بولانا ماركة موثوقة في حليب الماعز. أسست بولانا للماعز ومنتجات الألبان نتيجة الدراسات والأبحاث التي بدأتها بولو لصناعة العلف الممتاز عام 2000 حول مشروع تربية ماعز الحليب تعاقدياً، والذي دخل حيز التنفيذ فعلياً عام 2002. في إطار مبادرة المشروع، تمكن مزارعو بولو من تأمين دخل إضافي عن طريق استغلال الساحات المغلقة التي لم يتمكنوا من استخدامها سابقاً، بالإضافة إلى تأمين التيوس لقطعان الماعز في تلك البيئة والمحافظات المجاورة. من سويسرا إلى بولو، تأسست بولانا للماعز ومنتجات الحليب بغية تطوير قطعان من الماعز وتيوسيا من عرق الماعز السويسري سيينا التي تدر كميات كبيرة من الحليب، وتوزيع إناث وذكور هذا الحيوان على المزارعين لقاع عقود، ومن ثم معالجة الحليب الذي يتم الحصول عليه منهم لقاء أجر. ويتجاوز حاليا عدد المزارع التي تعمل حسب نموذج المزارع المتعاقد 40 مزرعة. يقوم الأطباء البيطريون والمهندسون الزراعيون لدى بولانا للماعز ومنتجات الألبان بمراقبة المسائل الفنية مثل سجلات قطعان هذه المزارع والخدمات الطبية الوقائية والعلاجية وبرامج تغذيتها واختيار التيوس. أسفرت أعمال الإصلاح العرقي والاختيار عن الحصول على عرق نقي بنسبة 99% ومردود يتراوح ما بين 800 و900 كيلوغرام من الحليب سنويا. بولانا للماعز ومنتجات الألبان، تتم عملية بسترة الحليب في المنشآت المتكاملة لإنتاج وصناعة الألبان التابعة لبولانا للماعز ومنتجات الألبان. لإنتاج الحليب المبستر يتم جمع الحليب الذي يتم حلبه يوميا بواسطة آلات الحلب الحديثة، ومن ثم يتم نقله إلى مصنع الألبان. البسترة، وفقاً لتعليمات مراقبة جودة الدخول، تتم خلال دقيقة واحدة بسترة الحليب الذي تأخذ المنشأة في درجة 85 داخل مراجل غلي الحليب، بعد تمريره من أجهزة التنقية من الروائح يتم تبريده حتى 4 درجات بواسطة مبردات ذات ألواح، ومن ثم تتم تعبئته في القوارير. كافة المنتجات التي تخضع لمراقبة المواصفات يتم إرسالها في نفس اليوم. الإنتاج والتعبئة والتغليف، يتم في مصنع الألبان إنتاج 4 أنواع من الأجبان من حليب الماعز الصافي 100% وحليب الماعز المبستر للشرب. العمل مستمر في إنتاج الجبنة البيضاء المحفوظة في الماء المملح والجبنة البيضاء المحفوظة في وسط خال من الهواء وجبنة القشقوان والجبنة المخلوطة بالعشاب. لصنع الأجبان تتم بسترة الحليب لدرجات حرارة وفترات مختلفة، ومن ثم تدخل خطوط الإنتاج للتصنيع. المنتجات المعبأة والمغلفة تحفظ في مستودعات مبردة وتصبح جاهزة للشحن. بعد انتهاء كافة العمليات يتم تطهير المرجل والخطوط باستخدام مطهرات خاصة، ومن ثم يتم تشطيفها بماء غزير، وهكذا تتم عملية التنظيف والتطهير. الحليب صحة، يتم تقديم حليب الماعز الصافي 100% والمبستر للبيع عن طريق الاكتتاب. أما كافة أنواع أجبان بولانا للماعز ومنتجات الألبان فتحتل مكانها في أرقى محلات التسوق الكبرى ومحلات بيع الأطعمة اللذيذة.